الحقيقة أنا متوقف عند 6 كلمات بيورطوني أنا شخصيا أو بعتبرهم منهج المبدع في أي مجال. هم أول 3 كلمات التجريب عقيدة الكاتب، وهيستلزمهم 3 كلمات الإبداع ضد الاستقرار. وبالتالي تعليقاتكم ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالتالي هنلاقي مجموعة أسئلة جاءت بعد هذه 6 كلمات: لماذا أكتب؟ ربما الاستشفاء ثم للتواجد ثم للتجاوز ثم الاستشراف. طيب الأسئلة دي المفروض بتطرح على الكاتب. طبعا أنا هنحكي بقى صداقتي الدكتور حتى وخالص تماما اللي بينا أكبر من اللي أنا بقوله ده. أنا بقى عندي هم إن أشوف كتابة فيها مساحة من التجريب أكثر. اللغة ربما أشعر أنها كتبت من 30 سنة أو من أكثر من ذلك. ده لا يعيب الكاتب، كل واحد بيكتب روحه ومحتواه الثقافي ومحتواه اللغوي. طيب الكيفية بقى في طرح هذا، الفكرة مش ماذا أكتب، كيف سأكتب، كيف سأقدم هذا؟ إنه عندنا دلوقتي مستويات للإبداع، مستويات للطلب. يبدو إن إحنا كل جيل مختار المستوى اللي بيقدمه، يعني مستوى الإبداع بتاعي ده عند منطقة معينة. الأسئلة دي شغلتني كتير، أنا قريت المجموعة 3 مرات، ربما اللي استوقفني قصة ظاهرية إن العنوان خرج عن السطر: سأتغيب لفترة. أنا وقفت عند الجملة دي وقلت ماذا لو غاب الدكتور حاتي في مساحة أكبر من التجريب وتجاوز نفسه من بطن القصة دي، وعايز يخرج ويشرب كذا ويعمل كذا ويعمل حاجة غير معهودة والجنوب ويسيب كل ده. أنا عملت له إسقاط على فكرة التجريب أكتر من كده داخل القصة. مش عايز أطول عليكم، شكرا ومبروك يا صديقي، وهنتناقش بقى بعدين. شكرا دكتور هشام الفخراني.